السلام عليكم. نطعم ولا ما نطعمش؟ كلام كتير عن التطعيمات لفيروس كورونا. احنا بنتكلم عن فيروس جديد، كل معلوماتنا اللي متوفرة عنه هي حصيلة معلومات من حوالي سنة ونص كتير، والمعلومات عن الفاكسين او عن اللقاح لسه متوفرة من وقت قريب جدا، فمفيش معلومات كاملة. لكن الصورة اللي منقول لنا في الوقت الحالي ان كل الناس اللي هي فئة عالية الخطورة ان هي يحصل لها عدوى المفروض انها تطعم، اللي هم الفرق الطبيه او الاطقم الطبيه، كبار السن، الناس اللي عندها امراض مزمنه او مرضى السرطان والفشل الكلوي، والناس اللي عندهم بعض الامراض المزمنه الاخرى. انت يا دكتور اطعمت؟ اطعمت. انهي نوع؟ انا اطعمت في المكان اللي يعني اللقاح اللي موجود اخدته. طيب ما في فروق، النوع ده مش كويس او كده؟ هو بصراحه معظم الكلام في الوقت الحالي ان ما فيش حاجه اسمها لقاح او تطعيم درجه ثانيه. يعني كل اللقاحات اللي موجودة هي لقاحات فعالة. في حاجات 95%، في حاجات 80%، في حاجات 50%، دي ان هي تقدر تديك حماية من الفيروس، لكن مش هو ده الهدف الاساسي اللي انت بتاخد عشانه. انت بتاخد بالاساس عشان جسمك يكون اجسام مضادة اجينست او ضد هذا الفيروس، بحيث ان هو لو جه يبقى الدور اللي حضرتك هتاخده هيبقى اخف من الطبيعي، يعني ما نوصلش للاعراض العنيفة او الاحتياج للعناية وجهاز التنفس الصناعي والحاجات اللي زي كده. فده السبب الاساسي اللي انت بتاخد عشانه التطعيم. لكن انواع التطعيمات اللي موجوده، هو معظم التطعيمات الموجوده في مصر حتى تسجيل ده متسجل اربع انواع، في منهم اتنين ابتدوا الناس تطعم بيهم، اللقاح الصيني واللقاح بتاع استرازينيكا. على اختلاف الانواع بتاعتهم، معظم الاعراض الجانبيه بتاعتهم تبقى اعراض بسيطه، يعني كلها بتبقى اعراض عامله زي بتاعه دور البرد مع الم في الدراع اللي انت بتاخد فيه التطعيم. في ناس بترفع لها درجة الحرارة شوية، لكن مفيش حاجة خطيرة، مفيش حاجة سيريس، او مفيش حاجة توازي ان انت تاخد مناعة ضد هذا الفيروس شديد الخطورة. نصيحتي ليكم، نصيحتي لكل المرضى اللي عاملين عمليات في الصدر قبل كده وعندهم مشاكل، او كان عندهم اورام وعملوا لها جراحة او عملوا لها خدوا لها علاج سواء كيماوي او اشعاعي، ان هم يسجلوا ويبتدوا ياخدوا اللقاح، وان شاء الله ربنا يطمننا عليكم جميعا. الف سلامة.